حيث وصلت قافلة طبية مجانية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة إلى الرويسات بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء. تتضمن القافلة توقيع الكشف والفحص الطبي لأهل الرويسات والمناطق المجاورة في عدة تخصصات طبية، بالإضافة إلى المعمل والصيدلية لصرف الدواء، بهدف تقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لأهالي وديان المحافظة والمناطق الأكثر احتياجاً.